مساء الخير على كل مشاهدينا، واهلا بيكم في حلقه جديده من لقاء مع ايه. طبعا كالعاده حلقتنا مميزه. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا ويخص كل بيت. كتير مننا بنسال عن موضوع التكميم وتحويل الفراشه والمسار. الموضوع ده كلنا عارفين ان موضوع التكميم وتحويل الفراشه والمسار بيقلل من الوزن بتاعنا، دي عمليه كلنا نسمع عنها. طبعا غير ان هي لها دور كبير جدا في التغذيه العلاجيه في نجاح العملية دي. طبعا هنعرف الموضوع ده باستفاضة مع الدكتورة دعاء الغبابلي، أخصائية العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية بالتأمين الصحي، رئيسة اللجنة العليا للشؤون الطبية والصحية للمتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، حاصلة على ماجستير مهني في الجودة الطبية وإدارة المستشفيات. تعالوا نرحب بضيفتي. أهلا بيك يا دكتورة دعاء. أهلا بيك يا حبيبتي. أهلا بيك، نورانا النهاردة في الاستوديو. الله يكرمك. عاوزين نعرف منك يا دكتورة دعاء، إيه موضوع التكميم تحويل المسار والفراشة؟ العمليات دي ناس كتير قوي بتسأل عنها. دي تعتبر من الميجر سيرجريز او من العمليات الكبيره اللي موجوده ومستحدثه بقى لها حوالي 10 سنين في مصر. صراحه برع فيها جراحين مصر، نتائجها ممتازه وهائله جدا، بس مشكلتها حاجه واحده، ان المريض بيفتكر ان هو جاست انه عمل العمليه كده خلاص هو هيخس وهيوصل للي هو عايزه من غير اي تعب تاني، تمام كده؟ لا، هو لازم انه يتابع مع اخصائي تغذيه علاجيه علشان في حاجات صغيره بتبقى موجوده بعد العمليه، لو ما تمش علاجها ومتابعتها بشكل سليم بتعمل معايا بعد كده مشاكل كبيرة على المدى الطويل. طيب عايزين نعرف منك حضرتك تنصحي بالعمليات دي وإيه هي فوائدها؟ في مرضى كتير قوي صراحة العمليات دي كانت هي الحل الوحيد لحل أزمتهم، بالذات الناس اللي محتاجة حل لمشكلة السمنة والأمراض المصاحبة ليها. السمنه مصاحب ليها امراض كتير قوي، منها اول حاجه الاكتئاب والعزله، تمام؟ ناس كتير قوي تبقى مليانه وتبقى في البيت، انا مش عايزه اطلع، انا مش عايزه اشوف حد، بتمنع نفسها اجتماعيا عن الناس كلها. فطبعا جاست ان هي تعمل العمليه وبيبقى جسمها كويس وتبقى صحتها كويسه، بتبقى ترجع تاني لحالتها الاجتماعيه العاديه اللي كانت فيها قبل موضوع السمنه. تاني حاجة طبعا الناس اللي عندها السكر من النوع التاني اللي هم بياخدوا الانسولين، ما شاء الله النتيجة دي في العملية بيرجعوا تاني لحالتهم الصحية تمام، ممكن يضطروا ان هم ياخدوا جرعات بسيطة قوي في اوقات معينة، لكن ما شاء الله بتعتبر حل جذري لمشكلتهم. تاني حاجة الناس، تالت حاجة الناس اللي بتعالج من ضغط عالي او امراض كوليسترول، برضو من تاني يوم العملية ما شاء الله ضغطهم بيبقى مظبوط وتمام وبيستغنوا خالص عن علاج الضغط. في عندنا بقى مريض بنسميه عنده متلازمة الايض. متلازمة الايض دي هو عبارة عن مريض سمنة بيعاني من سكر وضغط وكوليسترول، تمام؟ تمام، ده حله الوحيد العمليه، تمام؟ مهما اخذ علاجات هيدخل بعد كده في مشاكل تانية والتهابات في كبد والتهابات في كلى، لا احنا احسن لنا نخس. معرفش يخس بالطريقه العاديه، الدكتور طبعا اخصائي الجراحه بيبدا يحدد له النوع المناسب لعمليته. عندنا برضو الناس اللي بتعمل عندنا عندهم التهابات مفاصل من النوع الثاني اللي هو المايلد، لا المودريت والسيفير اللي هو الوسط النوع الثاني، والنوع الثالث اللي هو الشديد جدا اللي بيحتاج فيه جوينت ريبليسمنت، ان احنا بنغير فيه بنحط مفصل صناعي. ما ينفعش خالص الدكتور يخسسه طول ما معدل كتله الجسم وقشر كتله الجسم بتاعه اكتر من 25 او بالكتير قوي 27، فبالتالي لازم يخس عاده من 30 ل 40 كيلو في فتره قصيره. طبعا ده مش هيقدر يعمله غير من خلال نوع من انواع عمليات السمنه. فصراحه العمليات دي رائعه رائعه في نتائجها وبتحل مشاكل ناس كتير جدا. طيب ايه هو اكبر خطأ ممكن يعمله المريض بعد العملية مباشرة؟ اخطاء العملية بعد يعني جاست ان الدكتور خلص العملية والمريض طلع من المستشفى تمام كده، خلص دور الجراح، جه دور مين؟ اخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية في متابعة الحالات من النوع ده. اول خطأ انا بشوفه واتعرض عليا في العيادة بتاعتي كتير قوي، انه المريض ده خد الفيتامينات اللي الدكتور كتبها له وجاب احسن نوع فيتامينات موجوده في السوق من مصر من بره مصر، تمام؟ واخدها على طول. يا دكتوره انا معدتي مش قادر، تمام؟ طبعا ده لو جه في الاول ده يبقى شيء ممتاز ان انا الحقه من الاول. طيب ليه انت مش قادر؟ انا عندي ترجيع، انا عندي قيء، انا عندي كذا، تمام؟ طيب انت بتاخد ايه؟ انا باخد الفيتامينز دي يا دكتوره. طيب انت بتاخدها ازاي؟ طبعا الكبسوله دي فيها فيتامينز اسمها فيتامين دي، فيتامين اي، وفيتامين اي، وفيتامين كي، دول بنسميهم فات سوليبل فيتامينز، يعني ما بيخشوش الجسم غير ذائبين في الدهون. طبعا في الفتره الاولانيه اللي هي فتره السوائل الشفافه او الميه دي احنا ما بناخدش فيها اي نسبه دهون، يبقى الكبسوله اللي انت بتاخدها جسمك ما بيستفدش اكتر من 10% 5% منها. يجي بعد فتره يا دكتوره انا تعبان، انا حاسس اني دايخ، انا حاسس ان انا هفتان،
طبعا ده مش علشان خاطر انت ما التزمتش بقوانين، بس انت مش فاهم، وده دوري انا ان انا افهمه. تمام، لو جه لي من الاول يبقى انا كده عملت له حاجه اسمها بروفيلاكتيك تريتمنت، اللي هو ان انا وقيته من ان هو يدخل في المشكله دي. ده بنسميه الدور الوقائي ليا. انما هو لو جالي بعد المشكله بعد 6 شهور سنه، يبقى انا كده علاجي ابدا بقى اشوف اعمله نظام غذائي صح، اشوف معدته ممكن تاخد ايه، العناصر الغذائيه اللي هو محتاجها ابدا احطها له في نظام دايت. تمام. المشكله الثانيه انه بياخد معايا حبايه الكالسيوم مع حبايه الحديد، او مثلا انا رايح دلوقتي نص ساعه اتمشى فمعدتي تعباني، انا مش هقدر اخد الاثنين وانا قاعد في البيت. فببدا ان انا اخد واحده في الجبده وواحده في الجبده. تمام، في خلال نص ساعه اكون باخد الاثنين، يبقى انت جسمك لا استفاد من الحديد ولا استفاد من الكالسيوم، ما بيحصل لهمش امتصاص مع بعض. طيب امتى انا اقدر اخدهم؟ يستحسن الحديد ما يتاخدش اثناء اي وجبه، يتاخد بعد وجبه الفطار بساعتين وقبل الغداء بساعتين، يتاخد مع كوبايه عصير ليمون لانه بيعزز فيتامين سي، بيعزز امتصاص الحديد عندي في الجسم. الكالسيوم يستحسن انه ياخده بالليل قبل النوم بنص ساعه مع كوبايه حليب، ده برضو بيعزز امتصاص الكالسيوم جدا جدا في فتره المساء. تمام كده؟ تمام كده. طيب عاوزة أسأل حضرتك سؤال، طيب هل بعد العمليات دي ممكن المريض يحصل له أنيميا؟ ممكن يحصل له أنيميا طبعا، زي ما قلنا لو هو فعلا استمر جالي بعد فترة بياخد الفيتامين دي بطريقة خاطئة. تمام، طبعا ممكن يحصل له أنيميا. والنوع التاني اللي كتير قوي ناس كتير قوي مش واخدة بالها منه، إن هو بياخد الفيتامينز بتاعته وعمل تحليل وتمام، وكل ما يعمل تحليل يطلع نسبة الهيموجلوبين بتاعته 12 ونص، تمام التمام، بس ما خدش باله من حاجه، ان صوره الدم الكامله بتبين معايا عدم كفاءه خلايا، مش بس مجرد ان انا ببص فيها على الهيموجلوبين، لا انا ببص فيها على عدم كفاءه خلايا. يعني يا دكتوره بعد العمليه دي مباشره لازم المريض يعمل صوره دم كامله؟ كل شهرين، كل شهرين على طول. تمام كده، بحيث ان انا ابقى متابعه الحاله اول باول. تمام، هو دلوقتي خد معايا العلاج بتاعه، جه يا دكتور انا هفتان، انا حاسس ان انا دايخ، انا حاسس ان انا مش قادر اقوم، مش قادر اتحرك، في حاجه غلط، انا حاسس ان في حاجه غلط. نعملها نلاقي عنده عدم كفاءه خلايا. يعني ايه عدم كفاءه خلايا؟ انا عندي الخليه الدمويه زيها زي حبه الفاصوليا، بتبقى ناعمه من بره ونفس الشكل الاوفال ده. دي علشان تشيل عندي عدد كويس قوي من ذرات الاكسجين، فتقدر تقوم بفعاليه توصيلها لكل اجزاء الجسم، فيقدر كل عضو يقوم بدور الفعال. طيب افرض انا دلوقتي بعد النقص ده جدار الخليه الدمويه بيبقى زي حبه الفاصوليا اللي غير منتظمه الشكل، داخل وطالع داخل وطالع، فبالتالي ده ما بيشيلش نفس عدد ذرات الاكسجين اللي احنا محتاجينها علشان نقوم بالفيتاليتي بتاعتنا لكل يوم، الحركات اليوميه بتاعتنا والانشطه العضويه بتاعتنا اللي بتقوم سواء اراديه او لا اراديه. فيبدا يحس بقى ان هو تعبان وهفتين. طب ايه حلها بقى؟ عندي انا في التغذيه العلاجيه حاجه بنسميها فوليك اسيد. الفوليك اسيد ده موجود فين؟ موجود عندنا في البقوليات عامه. طب هو لو جالي في المرحله الاولانيه اللي هي مرحله السوائل، بنبدا نديها له في حاجه زي مضروبه في الخلاط زي شوربه عدس. تمام كده؟ طب انا لسه مش قادر وحاسس برضو بتقل، نبدا نديها له في صوره اللي هو اللب السوري الصغير ده، بيبقى فيه كل الاملاح المعدنيه بتاعتنا وفي نسبه فوليك اسيد برضو ممتازه ليه. طيب نسمع بقى عن تساقط الاسنان واللسان الابيض. ايه بقى الموضوع؟ دي مشكله كبيره، دي مشكله كبيره، لانه جاست انه ظهر عنده مش هنسميها تساقط اسنان، بس هو زي ما بيقولوا كده ان بتبدا تتفتت، لسانه بيبدا ابيض، يبدا معايا تغيير في رائحه النفس بشكل كبير جدا، مصاحب ليها بقى حاجات هو ما كانش واخد باله ان دي هي نفس السبب بتاع دي. زي ايه مثلا؟ زي قشره الشعر، تساقط الشعر، ممكن يبقى عنده هرش في منطقه الانف كده يعتبر ان هو التهابات جيوب انفيه، يحس ان هو ودانه من وقت للتاني بتاكله، يحس بحساسيه في جسمه، بس دي ما بتبقاش نتيجه حساسيه، يعني هو يروح لدكتور الانف والاذن هيديله انتي بايوتيك كده زود معايا مشكله الفطريات. دي عباره عن فطريات ظهرت عندي نتيجه انه جسمه بدا يفقد جزء كبير جدا من الميه، فبدات عند البكتيريا النافعه اللي موجوده في المعده تقل وتموت، فيبدا مين اللي يقوى عندي؟ الفطريات اللي موجوده اللي هي الكانديدا. تمام كده؟ تمام. حلها برضو بسيط جدا لو جالي من الاول، ولازم يمشي عليها طول فتره السنه الاولى، اللي هو ايه؟ منقوع المستكة. منقوع المستكة هي انتي فانجل، يعني مضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا. هي بتقتل البكتيريا، بتقتل وبتخلي الوسط بتاعها هو وسط غير مناسب ابدا انها تعيش فيه. تمام، فده بيحسن عندي، بيعزز المناعة بتاعت الجهاز الهضمي، بالذات انه طبعا اكيد مجروح مكان العملية. طيب عاوز اعرف العمليات دي لها تأثير نفسي طبعا على المريض بعد العملية،
طيب هل التغذية العلاجية لها دور فعال أكيد لعلاج التأثير النفسي بعد العملية للمريض؟ أكيد طبعا، دي حاجة بنسميها كمان مش بس التغذية العلاجية، كمان في العلاج الطبيعي عندنا حاجة اسمها occupational therapy. occupational therapy ده اللي هو العلاج التأهيلي. أنا بأهل المريض، المفروض إن أنا أبدأ معاه الحاجة دي كمان من قبل العملية، إن أنا بأهل المريض إنه السلك اللي واصل ما بين مزاجك عشان أنت بتاكل أكلة أنت بتحبها ومبسوط بيها لمعدتك، السلك ده هيتقطع. بس مش معنات كده إن إحنا الموضوع ده هيفضل فترة طويلة أو إن أنت مش هتقدر بعد كده تستمتع بنفس نوع الوجبات دي، بس كل القصة هتمر بفترة، الفترة دي لازم يبقى معانا شوية صبر، معانا شوية ذكاء، معانا شوية شطارة، نعرف هناكل إيه، هنشرب إيه. بس في ناس يا دكتورة ما بتقدرش تقاوم الأكل، يعني هي كلنا. عادة، هي عادة، كلنا عادة عندنا كلنا. بصي دي كلنا، عمرك في حياتك جيتي تروحي تقولي انا هشرب ولادي ايه النهارده؟ لا دايما بنقول هاكل ولادي ايه النهارده. تمام كده؟ عمر ابنك قالك هشرب ايه يا ماما؟ لا انا هاكل ايه يا ماما؟ فعندنا الاكل اصلا مرتبط باحساس بالسعاده. اتفضلي. طيب يا دكتوره انا عاوزه اعرف بقى دلوقتي العمليات دي بعد ما بنخلص بقى العمليه الوزن بيفضل ثابت ولا بيزيد بعد كده؟ برضه دي على حسب متابعه المريض وعلى حسب شطارته برضه معايا، تمام، التزامه. في ناس كتير قوي بتخلص العمليات وللاسف يعني ممكن يكون الدكتور المتابع ليه جاست ان هو خلاص اطمن ان الجرح لم وتمام، ما بيقولوش تابع، فبيجي بعد كده انا ايه ده اتصدمت، انا ما اكلتش، ده انا ما باكلش، انا هموت كده. فبيحاول والله بيبقى رد فعل كلايف تريتنج ان هو ايه، ان انا لازم اكل، ما ينفعش ان انا ما اكلش. طبعا مريض التحويل المسار بياكل بكميات كويسه احسن من مريض التكميم ومريض الفراشه، فده ممكن ما يعديش قوي بنفس المشكله اللي بيعدي بيها مريض التكميم والفراشه، وبيحتاجوا فعلا دعم جامد. يجي بقى يعمل ايه الباشا؟ يجيب بقى شوكولاتات بانواع، حلويات، ما هو ده الحاجه. ايه احنا كلنا بنضعف قدام الحاجات دي. ايوه ده نتيجه ايه بقى؟ انه بيبدا عنده المخزون بتاعه من النشا اللي موجود بيبدا يقل، الجسم فيه في جوه الميموري بتاعه النواه بتاعه الخليه في ميموري صغيره كده، الميموري دي بتبدا تقول لا انا اهو تمام، لا انا مش هسمح باكتر من كده ان انت هتموتني. تمام كده يبدا يعمل معايا احلال في البروتينات بتاعه الجسم، تبدا تعمل عنده حاجه بيسموها لايف، الجسم بيتهد. البروتين ده هو عباره عن ايه؟ جدار الخليه. عارفه يعني ايه جدار الخليه؟ تمام، يعني خلاص الخليه ماتت، فيبدا عنده حاجه اسمها لايف ثريتنج ان انت لازم تاكل، هجبرك انك تاكل، بالرغم من ان عمليه التكميم بيشيلوا فيها اكتر من ثلثين المعده، المنطقه اللي هي قاع المعده اللي اتشالت دي هي المكان اللي المفروض بيتفرز فيه الهرمون اللي بيسبب الجوع، يعني هو اصلا مش حاسس بالجوع. طيب تمام، هو كل ايه اللي خليه ياكل بقى؟ اللي هو انه حاسس انه هيموت. تمام، مفيش حد قال له كل كذا، اعمل كذا، يعمل له سبورت سواء نفسي سواء بالاكل يفهمه ان طبيعه العمليه. طيب هل بقى العمليات دي، احنا هو السؤال ده مهم جدا، لها تاثير على العلاقه الزوجيه؟ السعاده الزوجيه في العموم يعني. السعاده الزوجيه بصي، هو عاده احنا قلنا في البدايه ان من ضمن الاسباب اللي بتخلينا نعمل العمليه دي المرضى اللي عندهم الخصوبه بتاعتهم قليله، سواء ذكور او سواء اناث، نتيجه زياده الوزن. تمام؟ طيب نتيجه ايه بقى؟ سواء الميلز او الرجاله بيبقى عندهم منطقه البطن او الكرش ده اللي هو بنسميه جسم التفاحه او جسم الكمثرى. تمام؟ الاثنين دول بيبقى عندهم المكان ده في درجه الحراره بتبقى عاليه جدا حوالين المنطقه الحساسه، فدي بتخلي درجه الحراره دي بتخلي عنده عدم كفاءه. تمام كده؟ تمام. لمجرد انه يخس لو تابع صح، تمام؟ يبدا تمام التمام، مفيش اي مشكله بعد العمليه. لو ما تابعش بيحصل عندي برضو ترهل في منطقه البطن، ترهل في منطقه الافخاذ. استأذنك يا دكتوره دعاء، هنطلع فاصل صغير جدا وهنرجع لكم تاني مع الدكتوره دعاء. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع الدكتورة دعاء، ونكمل تاني سؤالنا يا دكتورة عن موضوع التأثير العملية على السعادة الزوجية. تمام، فاحنا قلنا جاستن هو عمل العملية، المفروض ان هو يعمل يتابع مع اخصائي علاج طبيعي وتغذية علاجية عشان منطقة الكرش دي ومنطقة الافخاد دي تخس وتشد في نفس الوقت، فبالتالي يحسن عنده الوظيفة. بالنسبة للسيدات عادة حتى لو عملت دايت عادي بتلاقي انه ممكن البريود تتأخر عندها اسبوع اتنين، عادي جدا ممكن تتأخر يوم او اتنين، فده عادي جدا، حاجة كده مؤقتة وبتعدي ان شاء الله مفيش اي مشكلة.
طيب الرياضة مسموح بيها بعد العمليات دي؟ ولو مسموح بيها يبدأ من امتى؟ بصي بقى، هما بيخلصوا جاست العملية، تمام، بتقوم بقى من العملية، يلا يا دكتورة نروح نلعب زومبا. ايوه تمام. يا ست استني، لا انا هروح العب زومبا. يا ست استني، والله كلنا هناخد ماما وبابا وتيتا ونروح كلنا، تمام، اصبري. هو انا عايزه اقول لك ان الحريم بتاع الشعب المصري كله، مش المصري بالذات يعني، بس كلنا بندور على الزومبا، يعني سواء بقى بعد عملية كلنا بنحبها، وهي يعني حاجة ايموشنال قوي، بتخلينا فعلا يعني زي ما بيقولوا كده نشتغل غصب عننا، تمام. بس كل المشكلة ان انت دلوقتي قايمة من عملية، معدل الطاقة اللي داخل قليل قوي مقارنة باللي كنت بتاخديه قبل كده، ومقارنة بالنشاط اللي محتاجه زومبا، تمام كده. فما ينفعش خالص ان انا امارس اقوم زي ما كله من النار من الدار للنار، تمام كده. لا، واحدة واحدة ناخد الموضوع واحدة واحدة. ايه بقى نوع الاكسرسايزز المسموح بيها في خلال الفتره دي؟ عندي حاجه اسمها كلوزد تشين اكسرسايز اللي هو وانا واقفه على رجليا، واوبن تشين اكسرسايز اللي هو وانا نايمه على ظهري ورجليا مرفوعه من على الارض، تمام؟ تمام. انا عندي حالات بتيجي عندها خشونه من النوع الثاني ومن النوع الثالث، ازاي تقولي لي تلعب زومبا؟ واحد عنده متلازمه الايد الثلاثه مع بعض، ضغط وسكر وكوليسترول، ازاي يقدر يقف ويلعب تمارين او يشيل ويحط؟ ما يقدرش، تمام. ده لازم له سيستم معين. فدي يعني كل حاله ليها نظام او سيستم في التمارين بتاعتها. غير كده ان انا ممكن برضو اعلم يعني يلعب سباحه، ده حلو قوي، لانه السباحه نون ويت بيرنج، بمعنى ان هو مش شايل وزنه، الميه شايله وزنه. لكن انا عندي حاجه اسمها العضلات الهيكليه بتاعت الجسم بتبقى شغاله 24 ساعه طول ما انا في الميه، فدي حلوه قوي، بتجري معايا الدوره الدمويه، بتحسن معايا الليمفاتيك درينج بتاعه، بتحسن معايا النفس، بتساعد في الهيلينج، فممتازه جدا صراحه في التدريبات. فدي انواع مرضيه ما ينفعش معاها الرياضه العاديه. طيب يا دكتوره دعاء، اكيد في نظام غذائي المفروض نمشي عليه بعد العمليات دي، ولا بيختلف؟ لو شفتي حضرتك في الصوره اللي احنا عرضناها على الشاشه، انا سبتها مفتوحه، كتبت لفتره السوائل، كتبت فترة السوائل الشفافة، سوائل تقيلة، تمام، كتبت كل واحد فيهم مفتوح، لأنه طبعا أكيد بتختلف من عملية الفراشة لعملية التكميم لعملية تحويل المسار، كل واحد بيختلف الفترة دي، وفي كل عملية كل مريض ما بين المريض والتاني بيختلف الفترة بتاعة السوائل أو الغذاء اللي هو الشفاف أو الغذاء الخفيف. أو الصورة معانا اهي على الشاشة، تمام، انا كاتباها دي اللي فوق دي عمليه التكميم، ان هو شال اكتر من تلتين المعده. المعده كانت قبل كده حوالي 1500 سي سي او 1500 ملي، بقت قد الموزه، تمام كده، اللي هي حوالي موزه متوسطه حوالي 130 ملي. فطبعا يستحيل ان هو يملى كمان معايا ال 130 ملي دي، هو لو ملاها بيحصل عندي الضغط، بيزيد الضغط جوه المعده الجديده لدرجه انها ممكن تفتح معايا الدبابيس، وحصلت مع ناس، وساعتها بندخل في مشاكل طبعا كبيره جدا. فاحنا من الاول كده لازم يفهم قبل العمليه ان هو ما ينفعش يملى اكتر من ثلث المعده. بنبدا طبعا معايا عندنا بفتره السوائل، سواء كانت سوائل شفافه سوائل مش شفافه، زي مثلا زي اللبن، تمام؟ تمام. وبعد كده بندخل معانا في سوائل تقيله اللي هي زي مثلا شوربه العدس او ممكن بطاطس او حاجات زي كده، بتبقى مضروبه مع الشوربه دي، بتبقى حاجه كويسه خالص. بعد كده بندخل بقى في الاكل السموسي، وفي الفتره دي بقى اول ما يبدا الاكل يقول لك انا اكل لحمه، تمام كده، لا ما تاكلش اللحمه، تمام، الاحماض الامينيه برضو. بقول لك هي عاده عندنا. ايوه هي عاده عندنا، تمام، يعني الله المستعان. لا، احنا هنحاول ان احنا نبدا الاول حاجه بالسمك. ليه؟ لان انا عندي طول الفتره الشهر الاولاني او شهر ونص اللي حضرتك بدات بعدها تاكل، انت ما خدتش يود، ما خدتش اي سورس من اليود. اليود ده ما بيتاخدش خالص، ما بيتصنعش جوه الجسم، لازم يتاخد من بره، ولازم يتاخد صوره طبيعيه. فاحسن حاجه لينا انه ناخده في السمك، بيبقى سهل وخفيف على المعده، وفي نفس الوقت انت نفسك هتحس بطاقه وتحس ان انت فعلا جسمك محتاجه. ده احسن حاجه لول المريض في الوقت ده اللي هو السمك. ايوه السمك، تمام كده. طيب انا بشكرك جدا يا دكتوره دعاء، بجد انا كنت مبسوطه جدا واستفدت منك جدا. ان شاء الله يكون لنا لقاء تاني مع بعض ان شاء الله. مشاهدينا، وبكده انتهت حلقتنا، اشكركم جدا، ان شاء الله انتظروني في حلقه جديده في لقاء معايا.